إذا مشاهدينا، هذه هي اللحظات، فتح اللجان، لجان الاقتراع، لأبوابها لاستقبال المصوتين على التعديلات الدستورية في ثاني أيام الاستفتاء على الدستور في الداخل، وثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج. شاهدنا هذه اللقطات الأولى من محافظة السويس، الآن نشاهد أيضا هذه اللقطات من محافظة الدقهلية، والمواطنون يصطفون أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية. إذن الصورة أولا بأول على شاشة إكسترا نيوز، والتفاصيل والأخبار أيضا أولا بأول تقولها لنا الآن ونعرفها من آية عبد الرحمن. إليك آية. زميلي شادي شاشة، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا شادي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري، حيث يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، وذلك لعقد قمة مباحثات بشان مستجدات القضية الفلسطينية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رعدي. بدأ المصريون في نيوزيلندا واستراليا ودول شرق آسيا وآسيا الوسطى وعدد من الدول العربية الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير في استفتاء المصريين بالخارج على تعديل بعض مواد الدستور، وتجرى عملية الاستفتاء في الخارج في 140 بعثة دولية ب 124 دولة من 9 صباحا إلى 9 مساء طبقا للتوقيتات المحلية لكل دولة.